الكلام في حقوق الزوجة وحقوق الزوج والمساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة وطغيان المرأة، وان المرأة بس انها تظهر في الصورة. ما ينفعش يعملوا برنامج دلوقتي الا واحدة وواحد، ما ينفعش ان لازم عدد وزراء مش عارف يعمل لها نصيب في مجلس مش عارف بتاع ايه، اعملها مش عارف ايه. مش ده الموضوع، مش ده، مش كده صناعة المرأة انها تبقى امرأة عظيمة. مش كده، مش كده. المرأة تبقى عظيمة حين تكون خلف عظيم، وراء كل عظيم امرأة، وراء مش قدامه، مش جنبيه، مش فوقيه، وراء في الدنيا. هي دي عظمة المرأة، انها تبقى قاعدة ببيتها تصنع. سيدة خديجة رضي الله عنها، وتأملوا معايا الكلام، انا عايز النساء تتعلم ازاي لما جالها زملوني زملوني زملت نام، لما عرق سبته نايم. ف والله انا خفت على نفسي. لا ما تخافش، مش كلمة مجاملة ولا خايف من ايه، فيش حاجة تخوف ان شاء الله، تخافش. ما قالتش كده، انا الكلام ده قلته قبل كده، انني وقعت مرة في كربة. فالمهم اتصلت بزوجتي وكنت برا مصر، فقال لي بس يلا روح اتوضى كده وصلي ركعت. قلت انا مش عايز بنت تيمية دلوقتي. انا مش عايز ابن تيمية يوعظني، انا عايز حد يقول لي، حد يطبطب علي. هو ده حاجة الزوج لامرأة خلفه. شوف السيدة خديجة ما قالت لوش كلمة مجاملة، لا لا تخف سيكون خيرا ان شاء الله، لا 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 لا، وانما قالت يقين. صناعة اليقين يا ناس، والله بتحلف لن تفيد الاستقبال، يخزيك الله ابدا مطلقا. عمركم سمعتوا كلام اجمد من ده في التثبيت؟ ثم عشان تقول له ان مش كلام مجاملة، انك تصل الرحم وتحمل الكل وتصنع المعروف وتعين على نوائب الدر بالدهر، وتعين على نوائب الدهر، كلا والله لن يخزيك الله ابدا. تأكدها تاني، وصدقت. وكل رجل وكل رجال الخير لن يخزيهم الله، لن يخزيهم الله. الشاهد السيدة خديجة ما خدتش سيدنا النبي وقالت له احكي لي، ابدا عمرها ما قالت له انا اكبر منك اسمعني، أنا أكبر منك اسمع كلامي، أنا عارفة الناس دول أكتر منك، اعمل اللي بقولك عليه. ما وردتش أبدا، ده من أجمل مواقفها. وكان نفسي النهاردة أذكر 62 موقف للسيدة خديجة رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نساء النهاردة يفهموا ازاي معاملة صناعة رجل عظيم. من اجمل مواقفها وارقها، وايضا من اجمل مواقف النبي كزوج وارقه، لما قال يا خديجة لقد رأيت في السوق اليوم غلاما وضيئا، لو كان عندي مال لاشتريته، لو كان عندي مال لاشتريته. فذهبت فاشترته وأتت به إلى البيت. سبحان الملك، بتحب النبي ودايما تجري تجيب له اللي بيحبه، عايز ده تفضل. سبحان الله العظيم. وهي دي أن تبحث المرأة عن مواطن رضا الرجل ومحبته.
فخلاص أن تبحث المرأة أن تتتبع المرأة مواطن رضا الرجل وما يحبه وما يشتهيه. راح اشتهدوا قالت البيت فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لو وهبتيه لي يا خديجة ادهولي. قالت إني أخاف أن تبيعه. قالت له أنت بتحبه أنا هديهولك محتفظة ليك بي بس أخاف لتبيعه. فقال يا موفقة إنما طلبته لأعتقه وأتبناه. قالت يا لك من رجل يا محمد. الله الله على المواقف العظيمة، الله على المواقف الجليلة يا أمي ويا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة في منتهى الرقة، زي ما قلت لكم البنات اللي بيقولوا رومانسية وما رومانسية، رومانسية مين يا حاج؟ دول بتوع شهوات. رومانسية مين يا عم؟ دول بتوع فلوس، بتيجي عايزة راجل كبير عشان عنده عربية وعنده بيت وعنده مش عارف ايه، يبقى خلاص ما تتعبش ولا تفكر، قاعدة تطلب بس، وطالما ان هو كبير وهي صغيرة لازم يدلع ويدي ويعوض. ده منطق، ده فهم، دي طريقة يعيش بها مسلمين يريدون أن يمكنوا في الأرض، يريدون أن يحرروا الأقصى وينتقم الله بهم من اليهود. ده منطق إن الشاب يدور على واحدة كبيرة مع فلوس، والبنت تدور على واحد كبير مع فلوس.